باشا، هو ممكن يا باشا اي حد يهاجم القسم عشان يخرجوه؟ اي حاجة ممكن تحصل مع شعبان، رجالته مش هيسيبوه. متشكرين يا رجالة. عصام باشا، كل ده عشاني؟ عصام باشا يا عم قوله يا مرحبا يا شعبولة صاحب. سيبه والله، لولا الحديد كنت خدتك بالحر. عاش من شافك يا راجل. قهوة في السريع بقى ولا بياتها؟ هتاخد وقتك. ألف سلام عليك يا عمي. الله يسلمك، جاي تطمن عليا ليل؟ فيك الخير والله. انا من امتى ما شفتكش يا واد انت؟ انت برضو ما بتسالش عليا خالص. عارف ان انا حركتي بقت صعبه، اي حاجه بتاثر فيا. بعدين انا سال عليك انجي النهارده الصبح. هي عدت عليك؟ لا، خلي بالك منها يا ليل، انجي دي مش اي حد. وانا لولا انها اثرت عليك انا ما كنتش جوزتها لك يا واد انت. طب هي ما كلمتكش تاني النهارده ولا حاجه؟ لا. ساعة نزلت ما اتصلتش. هو في حاجه؟ لا لا ابدا، اصل تليفونها مقفول وكانت المفروض تبقى في البيت من بدري. يعني قلت لها بس نزلت تشتري حاجه. تعرف انشي بتحب الشوبينج زي عينيها، ولما بتعمل كده بتنسى نفسها. المهم لما تشوفها طمني عليها. تمام، الف سلام عليك يا عم. الله يسلمك يا حبيبي. مظبوطين يا اخويا. يا حبيبتي ادعيلنا بقى دعوه حلوه كده في العمره. الدولارات دي ما كنتيش هتلاقيها في اي حته بالسعر ده. ربنا يهديك ويرزقك بالحلال. سلام عليكم. يا حبيبتي ربنا يسعدك. مع السلامه يا امي. تسلم يا اخويا. ادعيلي بقى انا كمان. حاضر. هتدعني لو رحت السويس حتى. ادعك بقى يا معلم ونصص. وانت كل ما هتجيب لي حد هتاخد فلوس؟ الله، شفت؟ اديك هتقلب اهو. هاي المصلحة مشيت بقى وهتتنمرد عليا يا نمرود. ياض يا عبيط، أنا عايز أكسر لك قرش معايا. لا لا ليه؟ هو أنا هحوش معاك ولا إيه؟ أنا ما أمنكش. إيدك بقى على فلوسي بدل ما أقفل عليك الحنفية وأنشفها. أنت بتهلفط بتقول إيه أنت يا؟ أديني بهلفط وخلاص، إديني فلوسي. لا يا حبيبي، لا أنت تهلفط بره، قوم يلا. لا 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 يا نمرود، فلوسي يا جدع، ده أنا خارج رستم يا نمرود. طب إيه رأيك أنا ممكن أضربك بقى وأكسر عظمك يا خارج يا رستم؟ لا لا، تضرب مين يا نمرود؟ ما تنكش ياض يلا. عليا النعمة. بره! عليا النعمة، لو قول لي شعبان أما يلا. قول شعبان، قول لخارجية يلا يا. يا باشا أنا ماليش دعوة بالحوارات دي. عربيه ايه وسرقه ايه؟ وانا بتاع الكلام الفكه ده برضك. انا قلت في قتيل مثلا لا مؤاخذه مش لاقيين مين اللي قتله، فقلت جيبوا شعبان. طول عمرك دمك زي العسل يا شعبولة. الله يصلح حالك. الراجل ده انت ممسوك ب 40,000. حلوان العربيه. وعهد الله فلوسي. انا كنت رايح اسعدت الباشا اشتري حته ارض. عقبال املتك هفتح كافيتيريا. لا ربنا يفتحها عليك. الله يصلح حالك. محمد. تمام يا فندم. دخل استاذ فؤاد. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل استاذ فؤاد. شكرا. يقعد ازاي يا باشا؟ معلش ده مش عادل بقى، يعني يكون جاي يشتكيني هو اللي يقعد؟ ماشي يا باشا حاضر. هو ده اللي اخد منك الفلوس يا استاذ فؤاد؟ هو يا فندم. وقفت على جنبه وقال لي هات الامانه اللي معاك. جاك هو؟ انت شفتنا جرع انت قبل كده؟ ها؟ شعبان. ماشي يا باشا. صحيح. ده الكلب عمره ما يتعادل ابدا يا سيوني. ده مسكني من ايدي كده يا صهيوني وكان هيمد ايده عليا في البيت. طب انت ايه اللي يلمك على الواد ده؟ ما انت عارف انه ندل. ده ندلي و60 ندلي كمان. تصدق بالله يا صهيوني؟ لا انت ما تصدقش. ده انا جبت له يجي 27 زبونه يا صهيوني. قال انت يعني بالطريقه ما تعرفش تجيب لي حق يا صهيوني؟ سهله، بس اصبر لما المعلم يخرج بالسلامه. ربنا يفكرك بالسلامه يا معلم شعبان. قول لي يا خيري. المتر خير رستم المحامي يا صهيوني. قول لي يا متر رستم المحامي. قول. يا الدولارات دي كتير. أرنبين أخضر. أرنبين. أوه. تعرفش ابن القرد ده جابهم منين؟ لا هو ما قاليش.
او يعني يمكن قال لي وانا نسيت. طب اخلع انت اخلع اخلع. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. فخس عليك. ما تعالى يا عم نبرود صباح الفل حبيبي والله لسه جاي في سيرتك تعالى اشرب شاي. يا اهلا يا اهلا. بس على الرئيس اوباما. مش تستنضف الاشكال اللي تقعد معاه؟ ايه اللي مقعدك مع المناظر دي؟ اه الواد بيسليني وانا قاعد. قلبت عليه ليه؟ ما انتوا كنتوا حبايب مع بعض. الواد ده البرشام واكل مخه. كان بيقول لك ايه الواد ده؟ هيقول ايه؟ هو كلام البرشام بيقول غير هرفطة. عارف انا لو شفت الواد ده تاني هنفخه. كده يبقى اتخطفت يا ليل، مفيهاش كلام. اتخطفوا ولا اخذت البنت وهربت؟ انا كنت متاكده انه هيبقى في رد فعل انك مش هتشتغل تاني. بس محدش يعرف الموضوع ده غيرك انت وابراهيم الجيار بس. الخبر بينتشر في ثانيه. هو اكيد قال لحد والحد ده عمل كده. اه بس لحقت ترتب امتى وازاي؟ ده لازم يبقى حد عارف ميعاد خروج فريده ورجوعها البيت. بقى باينه زي الشمس. ابراهيم الجيار هو اكبر عامل ليك وبعدك اكيد يقلقه. اشك ابراهيم يخاف يعمل كده. اكتر حد عرفني. انا علاقتي بانجس لها زي الزفت الفتره الاخيره دي. هي تلاقيها كده واخده ريست في اي حته بعيد وخلاص. والحاجات المتكسره في الفيلا؟ بس مفيش اي حاجه اتسرقت. لو كانوا اتخطفوا كانوا اكيد سرقوا اي حاجه. هي شويه جنان كده بس من انجي وخلاص. انت عارفاها. ليه؟ رقم غريب. طب رد. يمكن ان خطفوهم عايزين الفدية. اهدى يا ميمان شويه. الو. ايوه شعبان. ايه اللي حصل؟ هو انا مش قلت لك تبطل الشغل الرخيص ده؟ طيب طيب هبعت لك محامي وهعمل كام تليفون. لا يا باشا ما تشغلش بالك. لا من الحبس ما يزعلنيش. الله يحن عليك. سلامة الله يا باشا. سلامة الله. حبيبي افرج له. الف ولي. طب ايه بقى دعدع؟ هو كله موز تفاح؟ والنبي دق اكل امي ده زي العسل. حلاوة امي. بيبي. انت لسه ما خلصتش؟ معلش يا حبيبتي اسبني شويه. ده كلاسيكو هيبدا وانا مجهزه القعده والكاجو والناتس وكل حاجه عشان نتفرج مع بعض. كلاسيكو ايه بس يا حبيبتي؟ انت اخرك اصلا عارفه اتحاد الشرطه بالعافيه. وبعدين بقول لك ايه؟ ما تحاوليش بقى تجرجريني للرذيله عشان انا اصلا بحبها. سعادتك بقى تعملي ايه؟ تاخدي الكاجو الجميل بقى بتاعك ده تروحي تتفرجي على الماتش وتسيبيني انا اخلص. لازم اخلص علشان الحق اقدم بكره. عارفه نانسي؟ قلبي حاسس ان انا هكسب ان شاء الله. يا رب يا بيبي يا رب. جود لك يا حبيبي. طب انا بقى هعمل لك كوبايه اسبريسو خطيره تظبط لك الدنيا. لا يا حبيبتي روح انت اتفرج على الماتش مكاني. انتظر يا تيتو اكيد مش هيبقى حلو من غيرك طبعا. عارفه نانسي اعلى حاجه بحبها فيك انك بتعرفي تثبتيني صح قوي. لا يا بيبي ده انا بسبورت. ايه اشرف مالك؟ من ساعة ما رجعت من الشغل وانت شايل طاجن ستك كده ليه؟ سيبيني في حالي وفاء، انا مش ناقصك ولا ناقص كلامك الحلو ده. صدق ان انا غلطانة ان انا عبرتك؟ ما تجيش عليا وفاء. كفاية الدنيا جاية عليا. الدنيا بتدوسنا قوي تدينا بالشلوت. وناخد الشلوت ونسكت. اشرف هو في ايه؟ هما رفضوك؟ لا لسه. طب الحمد لله. بص بقى قوم اعمل لنا كوبايتين شاي من ايديك الحلوين دول. تعالى نقعد كده واحكي لي الموضوع بالتفصيل. وفاء ممكن اسالك سؤال؟ اتفضل. انت ما عندكيش دم خالص؟ يخرب بيتك جننتي الراجل. ما هو كان مستوطي حتى ياما. كل شوية خصم 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 أسيبه؟ تقومي تتبلي عليها صيعة؟ سيبك مني أنا، إيه اللي طقعها في دماغك حكاية اسكندرية دي؟ مخنوقة، من ساعة ما اتجوزت أبوكي ما فسحنيش، أطق أموت يعني؟ قلت أروح أبوش الهم في المالح. مش كنا عملنا فرخة محمرة وحلة محشي ولفيناها بورق جرايد كده عشان تفضل سخنة؟
بدل السندوتشات القرديحي دي. سندوتشات قشك يا فلاحة يا بنت الفلاح. اسم الله عليك يا كرمة المجتمع. بس ياما يعني بسم الله ما شاء الله صرفة ومكلفة. جبنا رومي وجبنا فلامانكا ولانشو. أمال فلقاني وكل شوية تقولي لي هاتي ليه؟ صدق إن أنتي بوس فقر زي أبوكي وشكله؟ أنا غلطانة اللي خدتك معانا. كان المفروض سيبتك هنا تغربلي الهم وتنخليه. تنخليه؟ آه. تنخليه أنتي. أنا عايزك تقولي الحقيقة. وأنا والله لا سعد. الحقيقة مش عاوز حاجة خلاص باشا. وأنا اتنزلت عن البلاغ. ليه؟ وفي حد من رجالته جالك ولا هددك؟ يا فندم أنا راجل في حالي، لا ليا في شغل الصيع ولا العصابات، وعايز أربي العيال. شعبان ده مسجل خطر، البلاغ اللي انت هتسحبه ده هيسجنه. يا فندم انا فلوسي رجعت لي وعربيتي رجعت لي وخلاص كفى الله المؤمنين شر القتال. ودي عمال الناس مؤمنه برضو. روح بس بعد كده بقى ما تجيش تشتكي لو حد ثبتك ولا خد منك حاجه بالاكراه تاني. يا عصاب ايه انت؟ مش هتحميني لو جرالي حاجه انا ولا اولادي؟ انت كل اللي يهمك انك تعمل قضيه وبس. ما تخشوش جوه يا عيال تغرقوا. ولا خلي بالك من اخوك. ايوه بلبط كده. مين عليا؟ ما تبلبطي شويه في الميه بدل ما انت قاعده تغني كده يا بنت. لا 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 يما، انا عايزه اروق كده واتسلطن واخد تان زي اللي بيطلعوا في الكليبات. وكنت مستخسره الفلوس في السفريه. ها اسكتي يما اسكتي، ده كأن الروح ردت فيا اول ما شفت البحر. كان معاكي حق، نسيت الدنيا والمشاكل والهم والموكوس خيري. الله صحيح، هتعمل ايه مع الحرامي البرشامجي ده؟ معقولة ياما؟ معقولة تفوقيني كده؟ اديني مستنية اما شعبان يخرج من الحبس. طول عمرك خايبة، ده المتغطي بشعبان عريان، ده ما بيدورش غير على مصلحته. وشكله كده هيطول المرة دي. قليل البخت يلاقي العظم في الكرشة. لا 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 لا، دي عمايل حد كاري حقود ينتهم منك يا صاحبي. ربنا يحنن عليك ويرجعوا لك بالسلامه. عايزك ما تسيبش خرم ولا شقم الا لما تعرف لي مين اللي عمل كده. انا صبياني كلهم تحت امرك، بس يعني الحكايه مش محتاجه برم دي كده باينه زي السمس. ده حد انت دوست له على طرف بس دوستك وجعته حبتين. في حد في دماغك؟ دنيا لعب شهيد. مش معنى ده يعني؟ عشان موت الواد كورولوس وجعهم زعلهم، ودول لمؤاخذة عالم صعايدة ما يفوتوش طارهم أبدا. عندي مشوار كده هقضيه وراجعه على طول. يا لهوي يا كاميليا، حد يسيب الجو ده والبحر ويروح مشاوير؟ اصل عندي صاحبه ما شفتهاش من يجي 10 سنين، هروح ازورها كده وبعدين اجيب لكم لقمه. ما انتوا كلتوا كل السندوتشات. ما البحر بيجوع. بقولك ايه يا ليلى، خلي بالك من عيال، اوعي تسهي عنهم. يا اختي ما تقلقيش، دول فرحانين ومبسوطين وعمالين يبلبطوا في البحر، خلاص هيبوشوا. اه يا حبيبتي يلا. ما تعوقيش. حاضر، باي باي. انا زعلانه منيك. ما اقدرش على زعلك يا مدام كاترين. ايه مدام دي؟ هو جاب نوار غير كلام الخواجات؟ قول يا خاله يا عمه. ماشي يا خاله. امال دانيال بيه فين؟ هو
خرجوا. جاهز للفرح أجمل عندك. شكلك كبير، اوعى تكون ما اتجوزتش لحد دلوقتي. لا اتجوزته، عندي فريدة. ربي يخلي، ربي يبارك. سنها قد ايه؟ 4 سنين. لو كانت كبيرة شوي مش كنا جوزناها الكورولوس بدل البت الناشفة دي؟ بس هنقول ايه؟ عجباه. كورولوس؟ هو انتوا عندكم كورولوس تاني؟ هو ما فيش غيره، أصله آخر العنقود، وأنا دلعته قوي 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 بصراحة. كلنا دلعناه، لكن أكتر واحد دلعه دانيال، أصله يا حبة عيني ما خلفش من أودات. عشان كده روحه متعلقة تعليق في كورولوس. سامحني يا ولدي، الكبر مسح لسامي من راسي. قلت لي اسمك ايه؟ ليل. ليل يا خال. اسمه واعر قوي. امك ما لقيتش اسم غير ليل ده؟ يعني نهار نور، اي حاجه غير ليل. وبتراعي ربنا يا ولدي عشان ربنا يبارك لك في بيتك؟ يعني بتروح الكنيسه وتاخدها في يدك؟ قلت لي اسمها ايه؟ اسمها فريدة، وانا مسلم يا خالة. كلنا حبايب يا ولدي، واللي يخاف ربنا هنا يخاف ربنا هنا. نانسي. ايه بيب؟ هتجنن يا نانسي، هتجنن. ايه بعد الشر؟ مش مصدق نفسي. ايه اللي حصل؟ البحث بتاعي طلع القهوة. بجد؟ انت مش بتهزر صح؟ ليكي حق، بس صدقنيش طبعا، اذا كنت انا اللي عامل البحث مش مصدق. بس ازاي؟ مش انت لسه مسلمه النهارده؟ ازاي النتيجه تطلع النهارده؟ بقول لك انا الاول. الاول مبروك يا بيبي. نحتفل بقى. طبعا نحتفل. معلش انا اسفه جدا، كنت بره زمان. ماما كاترين صدعتك. وصدع انا ليه؟ شايفاني رغايه يا ناشفه انت؟ ما عرفش الراجل عجوزها على ايه. طب معلش استاذنك، تفضل معايا نتكلم بعيد عنها. بعد اذن حضرتك. واخده الراجل على فين؟ اعملي غاده. حاضر. ده جاي عشان الفرح. حاضر. معلش، هي من بعد موت كورولوس وهي بقت عايشه في اللي فات، كل حاجة عندها اتلخبطت على بعض. وانت مش عروسته؟ كنت عروسته، بس من بعد ما انكل دانيال اتاخد منه توكيل العربيات بقى رافض يقابل اي حد. بعد كده راح قاعد في الدير، مبقاش ليه حد غيري. بس حضرتك ما قلتليش انت مين وعايز ايه. هي لسه ما جاتش برضو؟ ما جاتش يا امير. انا مش عارفه ايه الدهيه السودا اللي انا فيها دي. طب انا جعان. استبر شوية يا حبيبي، أنا معيش فلوس غير اللي تقضي للمواصلات. الله يسوقك يا الله. طب أنا بردان. حبيب أختك؟ طب تعالى لبسك. استغفر الله العظيم. معلش يا حبيبي، ما أنت قاعد تبلبط من الصبح. أصدقك يا الله. ادفع. لو سمحت. ايوه حضرتك عايز ايه؟ عايز اقابل الاخ دانيال. هتلاقيه بيخدم في مضيافه الدير. دانيال بيه، ده دانيال بيه. طب اسمعني بس، عايز اتكلم معاك.
عايز بنت ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ عايز مراتي وبنتي. انا عايز اخوي، عايز اخوي. مش هي معاها موبايل؟ معهاش يا ست الامين. وبعدين دي بقى لها يجي اكتر من 6 ساعات غايب، انا خايفه يكون جرى لها حاجه. شايف كامل قواها العقليه ومعاها بطاقه. اه طبعا، امال ايه؟ خلاص يبقى هتجيلك بقى سواء حيه او ميته. يا عم تفهم من بقك، يعني ما عندكش كده طريقه نعتر عليها بيها؟ مش هقدر اعمل لك اي حاجه لما يعدي على غيابها 24 ساعه. نهار اسود، بس احنا ما نقدرش نقعد هنا 24 ساعه. خلاص لما تروحي بقى القاهره بلغي في الاسم اللي انت تابع ليه. يلا يا عيال. شربت النار اللي شربتها، كبشت الجمر، وهر مصارينك ترك عندنا. رجع لي بنتي وخد حقك مني. حقي ما بقاش عندك يا ولدي. قتلتهم؟ كريت زمان ناس يكتبوا زيك كده، بس كانوا بجلاليب. كنت بعمل اللي بيعمله الجيار وبيعمله غيره، لكن دفعت فاتورتي، دفعتها غالية غالية قوي. قتلتهم ولا ما قتلتهمش؟ ولا أعرف عنهم حاجة. أنت إيه أنت عشان أخذ حقي منك؟ أنا لو كنت عاوز أقتل كنت قتلت الجيار، لكن أنت ما تسويش حاجة عندي. أنت دوب صوبة تاسع الزناد وبس. لو عايز نقتله أنا ممكن. كملش يا ولدي، ما تكملش. طب رجع لي مراتي وبنتي. أنا لا كريت عليهم ولا أعرف عنهم حاجة ولا شفتهم من أصله. أمال أنت مستخبي هنا ليه؟ مستخبي؟ الدنيا ما بقالهاش عازة عندي بعد ما خدت مني بكرة بتاعي. أنا بقى طولها زي عرضة. تويت جدي تقوي فين يا ولدي؟ طيب قل لي انت عايز كام وتدلني عليها؟ احبك على قدك يا ولدي. قل لي فين جدته، خد اللي انت عايزه وهات لي جدتي تقول، خد روحي لو انت عايزها. حبيبهولك لغاية عندك. يا نانسي. ايه يا بيبي؟ حرام عليك، هموت من الجوع. معلش والله يا بيبي. خلاص حاضر، يعني على طول ثواني والاكل هيكون جاهز. دي عاشر مره تقولي ثواني يا حبيبتي. معلش معلش معلش. مساء الخير. مساء النور. حضرتك استاذ طارق عبد العليم؟ اه انا طارق عبد العليم. العشاء بتاعكم جاهز يا فندم. العشاء بتاعنا احنا؟ اسمح لنا نخش ونفهم حضرتك كل حاجه. يا نانسي عندنا ضيوف. مين؟ ضيوف مين؟ ايه ده؟ انت عامل لي مفاجأة وعمال تستعجلني وكده ولا ايه؟ شو مفاجأة ايه؟ ده مرستها بتلات شهور. ايه ده؟ امال ايه مين عامل كده؟ ده اوبن بوفيه. اسألهم انا جعان. استنى ده احلى عشا اتعشيته من زمان قوي. والله يا فندم انا لغايه دلوقتي مش مصدق نفسي. حضرتك بتتعشى معايا؟ لا وكمان في بيتي؟ ده انا حاسس ان انا بحلم والله.
مبالغ جوزك قوي يا مدام نانسي. لا والله يا فندم، ده حضرتك انا كمان حاسه ان انا شكلي عبيط قوي من كتر ما انا فاتحه بقي ومش مصدقه. الحكايه بسيطه، المفروض اني اعزم جوزك على العشاء كمان يومين ثلاثه لانه فاز في المسابقه اللي كنت عاملها، بس طقت في دماغي اني اتعشى معاكم هنا في بيتكم. شفت سهله ازاي؟ سهله لدرجه انها اصلا ما تدخلش العقل. علشان كده ما عرفتوش تاكلوا، قاعدين محرجين وبتتفرجوا عليا. بالنسبه لموضوع الاكل ده، ده انا مش قادر اتنفس من كتر الاكل، ولا ايه يا نانسي؟ ايوه بقى، مرت ان طبقك زي ما هو. مبالغه قوي. مراتك صريحه مش مجامله زيك يا باشمهندس. بعد اذن حضرتك الباب. معلش دربكت لكم عشكم الصغير. لا 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 والله ابدا يا فندم، ده حضرتك يعني منورنا والله. ده يعني احنا من كتر ما احنا مش مصدقين هنحكي القصه دي لاولادنا واحفادنا ويمكن ما يصدقوهاش كمان. فندم معلش كده، في حاجه حصلت بس مش عارف اقولها لحضرتك ازاي. يعني عربيه حضرتك يعني سد الطريق، فالجيران بيقولوا حد يطلعها يعني، بس انا عرفتهم دي عربيه حضرتك يعني. السواق انا خليته يروح علشان اقعد معاكم براحتي. طيب خد يا طارق، وسع لهم الطريق. ايه ما تعرفش تسوق؟ لا يا فندم بعرف اسوق طبعا، بس الصراحه دي اول مره اسوق عربيه فيها اي درايف يعني. طب يلا يلا قبل الناس ما يطلعوا يضربونا. بعد اذن حضرتك يا فندم. اوعي تكوني ما بتحبيش المفاجآت، اصل انا بعشقها. لا طبعا يا فندم، بس دي السوبر مفاجأة بصراحة. يعني النهاردة طارق يفوز بالمسابقة اللي اتقدمت النهاردة، وحضرتك تيجي تعزمه على العشاء النهاردة برضو، يا سبحان الله شو ممكن. معاك حق، هي وسعت شوية، بس انا كنت مستعجل اشوفك. نعم؟ بقول ان انا عملت المسابقة والعشاء وكل الحاجات دي علشان اشوفك، وممكن اعمل حاجات اكتر. ما تتعبيش نفسك، مش هاكل. تفتكر لو ما اكلتش هيفرق في حاجه؟ لو الصيام هيرجعهم انا هصوم معاك. الاكل هيساعدك تحافظ على تركيزك، وانت لازم تبقى مركز، ممكن اي حاجه تحصل في اي وقت. يلا سلم. ايه؟ الو، عايز مراتك وبنتك ولا نبعتهم اربع حتت؟ عايزهم طبعا. عايزين 2 مليون جنيه. موجودين. 2 مليون جنيه على كل راس، يعني 4 مليون جنيه. موجودين، اجيبهم لك فين؟ اسمع اللي هقول لك عليه كويس. Thank you.
فين مراتي وبنتي؟ شرف وامني ما اعرف. مين اللي خلاك تكلمني؟ المعلم نمرود.